الله يصبحكم بألف خير لكل المشاهدين. في هذه الفقرة نتحدث عن كيف ممكن نضيف صور على جدران المنزل. يعني كثير من الأشخاص يمكن اللي بيقضوا وقت، والعائلات كمان بيقضوا وقت كثير وجهد، وحتى بيدفعوا مبالغ كمان عشان يخلوا بيتهم له جمال خاص ورونق خاص فيهم، ولكن مرات ممكن يعني إضافات بسيطة كثير من خلال صورة، من خلال صور ممكن نحطها في أماكن مختلفة. كيف نختار هاي الصور، وشو كمان موضة 2014 بما يخص الفريمات والصور ممكن نحطها؟ هاي الأسئلة رح نطرحها على مصممة الديكور شذا خليلي، وهي رح تجاوب عليها بهاي المحطة. صباح الخير شذا. صباح النور رن. كيف أصبحتي؟ تمام الحمد لله. سمعنا الأبراج مزعلينك شوي. اليوم. مش معي اليوم بالمرة. لا لا، معك بقرارك يعني، وهي بداية أكيد. نهارنا جميل، فنتمنى يكون هيك يعني إن شاء الله. شذا اليوم نحكي عن الصور، ونحكي قديه الصور على الحيطان البيوت ممكن تعمل فرق. إيش رأيك بهذا الموضوع؟ نعم سمحي، هلا هي الصور هي من مكملات الديكور، إحنا بنسميها هي المكملات اللي بتيجي لما بينتهي الديكور، يعني لما إحنا بنخلص من عملية تعفيش البيت من أثاث، من كنبيات، من أجهزة كهربائية، بتيجي عندنا مكملات الديكور. مرات هي بتكون ما بقدر أسميها أساسية ولا ما بقدر أسميها ثانوية، هي بحسب القطعة اللي راح تنحط. فيعني مكملات الديكور لحاله الاسم ببين قديه القطعة مهمة، لأنها بتعطي المنظر النهائي اللي ممكن إذا استغنينا عنه نحس في نقص، وإذا حطيناها نحس في الكمال للديكور. يعني هيك جاوبتينا على سؤال كمان كتير مهم، إنه إمتى يعني إمتى الواحد لازم يبدأ يفكر وين وإمتى؟ فعمليا أنت كانك بتقولينا إنه بنشتري العفش، متأكد منه، اللي إحنا كتير حكينا عن هذا الموضوع، إنه كيف نشتري كمان عفش البيت، وآخر خطوة تقريبا بتكون إنه نختار الفريم اللي نحطه، ولا متعلق كمان بالالوان، ولا بتفكري انه لا نخليه اخر مرحله؟ لا هلا احنا بفضل دائما تكون هي اللمسات الاخيره في البيت هي اللي عم نحكي عنهم، زي البراويز، القطع، اللوحات، الوحدات اللي بتتعلق على الحائط، اللي بتحط بين الكنبيات، كل هاي الامور بحب تكون اخر شيء، لانه ساعتها احنا بنكون حددنا الالوان الموجوده، الدهانات اللي على الحيطان، الكنبيات ايش الوانها، العفش، الاسره، كل هاي الامور لما بتكون حددناها وحطيناها بالبيت بنروح بنصير احنا نفتش على شيء انها تكمل الالوان. هلا الحلو فيها انه احنا المكملات الديكور ما مش مفروض انها تكون ملتزمه دائما باللون والشكل الموجود عندنا، ممكن تكون هي قطع فنيه موجوده احنا بنشتريها، ما بتكون ما لها علاقه بالتصميم اللي احنا عاملينه. مثلا كان تصميم كلاسيكي ممكن نجيب قطعه حديثه نحطها، هاي الاشياء ممكن تعطي تغيير يعني جدا جميل في المنزل، وبتعطي الجماليه يعني اعلى. يعني انت لما بتفوتي بتحسي حالك انه هاي القطعه اجت بمكانها صحيح. شذا يمكن كمان الفريمات زي اي شيء ثاني، يعني كل سنه في موضه بتفرق عن الثاني، وحتى احجام. نحكي عن 2014، ايش عم بتشوفي انه في شيء عم بيكون موجود اكثر بالاسواق، وحتى يعني موضه اكثر وموجوده؟ هلا 2014 هي تميزت من 2013، كمان هي تميزت انها تكون البساطه جدا جدا والتجريدي. يعني احنا هلا عم نطلع على القطع الفنيه اللي احنا بنحطها ببيوتنا اللي عم تنباع بالاسواق، هي قطع فنيه ما بتوحي لشيء. يعني احنا تعودنا بالزمان لما بنحط لوحه على الحيط بتكون منظر مثلا اسواق في العراق، صحراء مع جمال وكل هاي الامور. لا هلا صار كل شيء ما يعني مبهم، الصوره لما بتطلع عليها بتكون تشكيلي اكثر يعني وتجريدي اكثر. يعني مثلا بنشوف قطعه مش صوره، قطعه محطوطه على الحائط، مثلا خشب، معدن، الساعه نفسها بطلت الساعه العاديه صارت اشكال، فهي هلا هاي صارت كثير تكون محببه للناس. زمان نتذكر كان لازم الاشياء تكون كبيره يعني على وقت اكبر، لازم يكون الفريم عريض وكبير، ويفضل يكون طالع لبرا كمان. يعني هلا يمكن لا، انه عم بيكون انعم كثير، عم بيكون انعم. وحتى هلا الفريمات صاروا كثير عم نشوف انه عم تلتغي، يعني صارت الحيط الصوره عم تنحط على الحيط، اذا كانت الحيط ملونه ما لها فريم، تكون هي كلياتها عباره عن اللوحه اللي بتنحط. فيعني 2014 2013 كثير تغيرت من التصاميم الموجوده اكيد، وصار زي في نقله نوعيه من الاحجام. في فرق انه احجام كبيره او احجام صغيره، ولا كمان هذا اكيد بيعتمد على البيت بس؟ 100% يعني هذا بيعتمد على المكان اللي راح تكون موجود فيه القطعه. اذا المكان كان كبير بحاجه انه احنا نغطيه، فبنجيب قطع كبيره عشان تضيع المساحات الضيعه الموجوده عندنا، والعكس صحيح. اذا كان المكان جدا ضيق واجينا حطينا لوحه كبيره ممكن نخرب كل المكان هذا الموجود فيه. طيب بدنا نشوف بعض السامبلز من خلال الصور اللي تظهر على الشاشه، اللي ممكن كمان نساعد الناس بافكار كيف ممكن يحطوها وين كمان يحطوها. ممكن شذا كمان تشرحينا اكثر على الصور اللي ممكن تكون افكار مختلفه. هلا هي اول صوره معنا، انا عم بحكي على الالوان الموجوده فيها، انه قديش حلو الواحد يتجرأ في انه يحط في اللوحات تبعتهم الوان واشكال متعدده. يعني احنا ممكن نستخدم لوحه واحده من الموجودين، ممكن نستخدم تنتين، او ممكن نستخدمهم كلهم حسب المساحه الموجوده عندنا، او ممكن ست البيت مع الايام انه حبه اول مره تحط تاني مرة تحط الخمسة مع بعضها، فهيك من فترة لفترة هي بتكون بتغير. وكمان بشدد انه هاي الالوان حلوة تنحط في مكان زي ممرات، زي مداخل، الواحد لما بفوت هيك بحس فيه
في تغيير في المنظر تبع المدخل، يعني انت بتحس حالك فات على زي ما قطعه فنيه عم بتشوفيها، ف شيء جميل انك تفوتي تلاقيها هاي اللوحات بمقابلك. وكمان نلاحظ انه من هاي الصوره كمان ناس ممكن تلعب بالاضاءه عاده 100%. هلا ممكن نسلط عليها الاضاءه، بس بدي احكي نقطه انا نسيت احكيها، انه هاي الصور احنا بطلنا الصوره اللي قبلها بعدين مش مشكله، بطلنا نحكي عن اللي بنسميه 2D، الفن الثنائي الابعاد، يعني احنا بنجيب صوره وبنحطها، عم نحكي على 3D، يعني صار في عندنا خملات، صار عندنا بنسميه تكستشر موجود باللوحات، هذه كلياتها بتعطي طابع انه الشيء انرسم بالايد وانعمل، فببين كأنها قطعة فنية جد حلوة وتقيلة كمان، يعني الناس بتميل كمان مرات تحطها بالأعداد الرسمية يعني. صح صح، وبالمكاتب وبالمؤسسات بالعادة بنلاقي هاي الأمور كتير حلوة، لأنه بتكسر جو الرسميات، بتلاقي الواحد هيك إذا كان قاعد يتفرج عليه هيك بتأمل، إنه ببطل فيه ملل في الجو اللي هو موجود فيه. هلأ اللوحة اللي بعديها كنت شايفة عدة لوحات، ف هلأ الحلو في ست البيت إنها هي ممكن هلأ مش شرط تحط لوحة لوحتين زي هيك، هلا هذه أكتر إشي عم نستخدمها للمطاعم للشركات، ممكن نستخدمها بالبيوت في آخر ممر نحطهم. هلا الحلو بالموضوع إنه هاي لوحات ممكن أنت تجيبيها من أي مكان، ممكن أنت تطبعيها، تروح على مطابع تعمليها، هاي بنسميها الباترنز أو الخطوط الخطوط أو التشكيلات في اللوحات. الحلو فيها إنها ما بتعطي طابع معين، يعني إذا كان عندك قعدة ما بتعطي إنه هذا اللي فيه لوحات أو فيه شجر جوا، ممكن تتماشى مع أي لون بدك إياه، تخيل قد فيها ألوان. صحيح. والحلو بالموضوع كمان إنها ممكن نحطها على أي وراء خلفية، ما يعني إذا أنت عندك خلفية غامقة رح تتغلبي في لوحات معينه، فبنيجي بنحطهم هدول بتناسبوا مع اي خلفيه ثانيه. هذا بيساعد كمان انه اذا في عندنا فرصه احنا ننقي، يعني نختار احنا اشكال احنا حابينها، وبسهل على بسهل علينا في الاختيار، يعني دائما لما بكون في تنوع في الشيء بسهل علينا الاختيار اكثر من يكون عنصر صح. واحد موجود. واضح انه موضه انه كمان يعني تقسيمهم، يعني زي ما انت قلتي ممكن كل فتره نشيل اشياء ونرجع بعد 100%. فتره 100%. ورند كمان احنا قبل شوي حكينا انه ما في فريمز، هاي الاشياء ما فيها فريمز، وهي كمان عم بحكي على نفس النمط، انه عم بشوف قد ايه بنحطها عند مداخل، عند اول ما بنفوت الاستقبال بالبيت بنحط تحتيها عناصر خفيفه. يعني هلا الباترنز اللي على الشمال هم الابيض والاسود، هذول من اكثر الاشياء المنتشره هلا، لانه عم نغمق وراهم الوان قد ما بدنا، فلما بتحطي ابيض واسود بيتماشى مع كل الديكور، حلو كثير مع اللون كمان 100%. وكمان اذا بنحط تحتيهم زي ما حاطين ورد طاولات اي شيء بكون منظر جميل. بالمقابل كمان اذا حطينا ملون قد ايه بيعطي حلاوه. قد ايش مهم كمان ان شاء الله الناس يكونوا حابين ايش عم بحطوا، يعني بالنسبه للصوره بتعطي تفاؤل في البيت او يعني بحب يطلع عليها كثير، بتعطي تفاؤل كمان، يعني بتحسي حالك عم تدخل على شيء تجديد، الالوان دائما بتعطي نفسيه جدا جميله في البيت. كمان بدي احكي عن النقطه اللي قبلها، انه بحكي دائما على اشياء بلا فريمز، يعني هاي اللي بتنحط بسهوله وبتنشال بسهوله وبتنشرها، يعني سوري رح احكي على التكاليف بس بتنشرها بتكاليف قليله. هلا هاي والصوره اللي قبليها هي صور شوي متشابهه، بنحكي على صور مع فريمز. هلا هاي الصور ممكن تكون متغيرة، يعني احنا جوا عم نحكي عن الوان ممكن تحطها ست البيت، ممكن ست البيت مع الايام يصير في عندها زي البوم صور للعيلة، ممكن تستغني عن هاي الصور الموجودة وتحط صور العيلة، فعليا عم تستغل كل فترة بتجدد، ممكن تزيد برواز، ممكن نحط الصور، يعني في كتير ناس بتحب صور تحط صور عائلية وقد ايه كمان حلو وبعطي جو حلو، بس صح. ممكن نحطهم بهاي الطريقة جنب بعض، يعني ممكن نحطهم جنب بعض، ممكن نحطهم بشكل عشوائي، بس انا بفضل بهاي الاماكن نحطهم جنب بعض، لانه لما بتحطي بشكل عشوائي في بعض الاماكن بتبين كانها يعني فوضى اكثر منها هي مرتبه، فلما بنحطها مثلا هناك كانت محطوطه عند عند قعده وجلوس او عند سفره الطاوله، اذا كانت عندنا مثلا ست البيت سكنت بالبيت لقت انه الحيط اللي وراه بيج او ابيض، فمنجيب هاي الصور ملونه بنحطها على الحيطان، فبتعمل كانها هي لونت الحيط، ففيش داعي انها تجيب من اول وجديد. في مرات بنشوف انه على الطاوله في صور، على القعده في صور، صح. على الكومودينا في صور، بس في انه كثير زي ما قلتي عشوائي. ما هو زي ما بيحكوا الزايد دائما اخوه للناقص، فاذا احنا بنحط اشياء زياده ممكن تعطي خلل في الديكور، يعني كانك انت ما مش حاطه شيء بالمقابل. قبل شوي اللوحه اللي قبل هاي حابه احكي عنها، لو نرجع لها قبل هم ما استخدموا لوحات، ما استخدموا ولا شيء، هاي عباره عن قطعه خشبيه، لو نقربها شوي نشوفها اكثر، لانه هم قطع خشبيه كثير صغيره. هلا الحلو بالموضوع انه عم نشوف قد العصر الحديث والشباب والأزواج الحديثين عم بروحوا للأشياء اللي إحنا بنسميها صنع يدوي، أو بتلاقي مثلا واحد فيهم عنده حرفة يدوية ممكن يستغلها يحطها على الحيطان،
فعشان هيك هاي الخشب او هاي القطع ممكن تكون انه اذا ست البيت او الرجل عندهم هواية او الاطفال في انه يجمعوا ايش القطع اليدوية يحطوها على الحيط، ممكن انت نفسك تصنعي اللوحات يعني. فهي عمليا بس قطع خشب صغيرة محطوطة بالضبط. هاي كمثال انا عم بحكي يعني مثلا اذا انت عندك حيط وانت عندك الموهبة انك ترسمي انك تعملي اي قطعة زخرفية دخلي على حيط بيتك اكيد يعني. ممكن تخليها، ممكن كمان هذا الاشي فخر لك يعني لما بيجي حدا بيلاقي اشي تغيير على الحيط انه حلو انه جبتي هاي القطعة انه هاي صنع ايدي. فيعني كمان بيعطي هوية جميلة للبيت انه اشي من صنع اليد. هلا اللوحة اللي بعديها هي اللي حكينا ما حكينا عنها، هم اللي بنسميهم الستيكرز، الملصقات الحائط. هلا الستيكرز فاتت للسوق بقوة بنقدر نحكي، لانها سهولة التركيب وسهولة الازالة وبتتماشى كتير مع الديكورات الموجودة. فعشان هيك هي لو الصورة شوي اكبر مش مبينة من فوق، بس عم نحكي عن انه هاي الزاوية اللي عندنا مثلا زاوية ضايعة على الحيط، بدناش نحط عليها اطارات، ما بدنا نحط عليها ولا شيء. في عمليه مش رسم يعني، هي اشياء جاهزه، صور جاهزه. هذول الستيكرز هم ملصقات بتلزق وبكونوا مفرغين وجاهزين، بنحطهم يا بهاي يا بممرات يا بزوايا شويه ميته لنحييها، بنحط فيها هاي الامور، او بغرف الاطفال. غرف الاطفال طبعا شيء موضوع اخر تماما، والحيطان تبعتهم لازم ندرسها كثير كثير، فهلا رح نحكي عنهم رح نتطرق لهم. بس هذه عم بحكي انه الملصقات كثير ريحت الديكور يعني. انا لما بتيجي عندنا وعي كثير لها يعني، انا كثير صار يجوني ناس انه احنا نحط هاي الملصق بس وين نحطها وايش بيتناسب مع العفش تبعنا. فانت بتشعري انه مرات ممكن بالزوايا او بالمساحات اللي ممكن نبينها اكثر او نعطيها انه في مساحه فيها حيويه، او مثلا عندنا عند المدخل حيطه كثير كبيره بنيجي احنا بدنا نضيعها بنحط عليها ستيكر لاوراق شجر او لاشي، هذا الاشي بيعمل حركة على الحيطان. مثل هيك عندك القعدة أو مش قعدة يعني، هي أكتر صالون تيجي أو ريسبشن لشركات أو مؤسسات، ممكن نحط وراها هاي الستيكرز على الحيط الوول يونتس. هاي إيش الحلو فيها في المؤسسات أو في الشركات إنها ما بتنشال بسهولة يعني. إذا إحنا بنشوف إذا في براويز إذا في قطع على الحيط بالمؤسسات دائما فيها غلبة أكتر من إنه نحط الستيكرز. الستيكرز بتيجي ما في صعب الواحد يوصل لها يقعد يلعب فيها كأطفال إذا حدا بده يروح يراجع أو يروح على مؤسسات، وكمان بتعطينا شعور جميل يعني إذا هاي نحطها جنبها ومساحة يعني حاسين إنه في بعد. أكيد أكيد. وإذا نحطها جنبها مثلا لوجو الشركة قديش بتلفت النظر، لأن الواحد يروح على الملصق ويشوف إيش في جنبه اسم، فيعني هي كمان بتلفت الانتباه عليها. واكيد في اشكال واشياء اصناف والوان مختلفه. هاي كمان من الملصقات، حلو جدا جميله. انا دائما الاسود الابيض له رونقه اللي ما راح يتغير في حياته، فعشان هيك هاي كتير حلوه. هاي لو حطيناها عند سفره الاكل قد ايه بتطلع حلوه، وحطينا سلطنا عليها اضاءه كمان، الاضاءه بتلعب دور كتير في انه نظهر التحفه او العنصر الموجودين على الحيطان. فلما بنحط هذه العناصر يعني، انت رند التفتي لها وقد شفتيها حلوه، فما بالك لما بتروحي بتشوفيها على الواقع لانها لوحه أجمل. يعني نعم صحيح. ولوحه ما بتتعب كثير يعني، احنا ما عم نجيب حدا يغلبنا يوسخ لنا، عم نحط شيء بسهوله. لوحه نشوف الصور اللي بعدها عشان كمان نعلق عليها. هذه عم بحكي عنها الوحدات اللي مش 2D، الوحدات اللي 3D. هاي وحدة حائط ممكن نستغلها كمان في انها تكون علاقة للمفاتيح، علاقة لأي شيء موجود جنب الباب، وبالمقابل هي لوحة فنية يعني. انت ما عم تحكي عن يعني 3D يعني هي ثلاثية الأبعاد، مش ثلاثية الأبعاد، اسف، عم نحكي عن شيء مجسم يعني. اذا انت مسكتيها بتكون اشكالها زي الشجر. هاي عم تنشر على النطاق الواسع، وخصوصا للناس اللي بتشتغل بإيديها، عم تشتغل هاي الأشياء وبتحطها كقطعة فنية على الحيط، وقديش بتعمل لك يعني رونق جميل جدا. انه حطيناها على الحيط وسبنا منظر حلو، مساحه حلوه، مساحه مش بس حلوه. وكمان ممكن تحطي عليها علاقه تكون لعلاقه تجريكات ضيوفك، فيعني كمان عم تستغليها باشياء تانية. حلو. هلا اللوحات اللي بعديها، هلا بدينا نحكي عن غرف الاطفال. غرف الاطفال دائما ستات البيوت اكثر شيء بحبوا يحكوا فيه انه ايش بدنا نعمل غرفه الاطفال. هلا خلي ابنك يبدع، هاي دائما الجمله اللي بحكيها. بنيجي عندنا الاطفال بالروضة بالبيت عم بيرسموا لوحات بلونوها، فصرنا احنا هاي الاشياء ناخذ هالاوراق ونقولهم انه هاي ممكن تعملوا انتم فيها لوحات فنية على الحيطان. ممكن كيف هذا الاطار اللي احنا موجود مع عم نشوفه وجواه كمان في لوحات، هاي اللوحات ممكن انه احنا نستغلها نحطها في غرف الاطفال، تعطي يعني كيف هي ملونة، اللعب اللي جواها بتعطي نفسية حلوة للاطفال. الصورة اللي بعديها بجزء اكتر مبينة معانا،
لا كمان صور أطفال، بس ممكن كمان يعملوا هم الفريمات ويبروزوهم 100% بس بالبيت. هذا اللي أنا عم بحكي عنه. هلأ هاي فكرة جدا بسيطة، هي علقات والصور اللي عليها ممكن تكون صور من صنع الأطفال نفسهم، الطفل نفسه. فقدي أنت بتسعدي طفلك بأن أنت بتعملي له واجهة جميلة جدا في البيت، يعني حلو. في غرفة خصوصي، واجهة من صنع إيدي، يعني هو لما بيشوفها بحس بالفخر أنه هو عم يعني إنجازاته بالآخر. وعم نحكي عن لوحات بسيطة، يعني أنت لما بتشوفي والعلقات ممكن يكونوا مرتبين هيك حلوين شكلهم كمان، 100% مش يعني. وما يعني انت ما بتضطري تجيبي شيء من برا، كلياته من جوا البيت بتعلقيهم. وكمان بدي احكي انه هيك انت عم تستغلي اشياء، يعني انت عم بتعملي لوحات جميله بغرفه ابنك، عم تعطيه انه هو فنان، وبالمقابل الالوان الجميله. يعني انت بتعرفي الاطفال الوانهم او رسماتهم مش رسمات واضحه، فهيك الواحد لما بوقف قدامها بتامل انه ايش الطفل عم بيعمل. وصلنا خلصنا من الأطفال، بس برجع بكرر إنه حلو ست البيت دائما تحاول قد ما بتقدر تستغل القطع اللي بيعملوها أولاد، يعني دائما بروحوا لأمياتهم عاملين دمى بالمدرسة، فممكن هاي تكون في غرفهم، مش إنه إحنا نزتها نحطها بطريقة جميلة وتتجدد مع الأيام. أكيد هاي اللوحات الأبيض والأسود اللي دائما بكررها، هذه طرقت لها لأنه إحنا مثلا إذا عندنا حيطة ملونة زي ما شفنين الأصفر وراها، مش شرط إنه أنت تروحي تدوري على لوحات في السوق. ممكن إنه رند أو أنا أو أي حدا يفتح جوجل، يفتح أي بحث، يدور على صور حلوة يطبعها، يعمل لها فريمات بهاي الطريقة بالمقابل، ويحطها على عنده في البيت. بالمقابل أنت اخترتي إشي أنت بتحبيه، مش بدك تتحكمي بالسوق إيش وعم بيحكمك تعملي، وعم بتحطي أشياء جدا جميلة. يعني مع الأبيض والأسود دائما بحكي، ومش شرط الأبيض والأسود، اللي ملون برضه في البيوت بيعمل إشي جميل. عم نمشي بسرعة بس مش مشكلة، بدي أحكي عن هاي النقطة بالذات. عم نحكي على اللغة العربية، دائما بنصح ستات البيوت قديه حلو انه في لغه، في احرف. هلا اللغه العربيه، خطوط اللغه العربيه ما لا تعد ولا تحصى، فانه الفنون اللي ظهرت حديثا هي التحكم باللغه، التحكم بالكلمات باللغه. يعني احنا اذا بنمسك كلمه معينه مثلا فن، بنمسكها بنعمل منها تشكيلات، هاي الكلمات صارت تدخل في الديكور، يعني صرنا نشوفها بتتذكر على الحيطان او على القرن، على البرادي، على الحيطان، على اللوحات، في البلايز صرنا نشوفها. هلا بالعاده احنا دائما لما بنروح على مناطق اثريه او مساجد او 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 دائما بالفتنا الكلمات الموجوده على الحيطان. فيعني لما بتلفتنا مثلا لما بنروح على المسجد الاقصى، انت بتشوفي قد ايه على قبه الصخره او المسجد الاقصى، حلو. بتشوفي قد ايه هي اللوحات الفنيه. فيعني لو اهتمينا فيها وشفنا قد ايه هي جميله جدا وقد ايه بتعطي، زي هيك مثلا الزخارف الاسلاميه واللي شفناها قبلها، كمان هاي الكتابات بتعمل التغيير جدا حلو، وبالمقابل هي من ارثنا، يعني ارثنا اللي احنا اخذناه. شيء جميل، لا يعني هاي اللوحة بفضل نحكي عنها آخر شيء. برجع بكرر إنه الكلمات العربية كتير حلوة، تنحط في الصالونات، تنحط في المجالس، في الممرات بتطلع حلو. هلا هاي اللوحة هي لوحة لصبية لإسراء، يعني هاي اللوحة عملناها أنا وصبية اسمها أزهار، رسمناها لعروس وعروسة، كانوا هاي الذكرى السنوية لإلهم، فحابين يعملوا زي تسلسل الصور اللي عندهم، فرسمنا هاي على الحيط بالألوان الأسود وحطينا تحتها، كانت كتجربة أولى فهي مش كتير واضحة، بس إنه قدي استغلينا الحيط الموجودة بالممر، يعني صار من ما يفوت يلتفت لها. وعم نحكي على إشي كتير بسيط زي شجرة، يعني شجرة كيف كان زمان يستخدموا شجرة العيلة ويحطوا كل هاي الصور، فإنه قدي بسيط إنه أنت بممر بتحط هاي، استخدمنا فيها الريشة ولون أسود بالريشة، قدرنا نعمل كل هذا الحكي. لناس بتحب صور، بتحب تكون دائما موجود الصور، يعني من أبسط الأمور ممكن نخلق إشي كتير حلو وكتير جميل في وهم أكيد انبسطوا عليها إنه هم عاملينها. يعني أنا إسراء سمحت لنفسي إني أحطها، بس لأن هي كتير جميلة كانت الصور. ألف عافية. طيب إذا صار عندنا كتير أفكار، يعني اليوم ساعدنا الناس فيها، وكمان في كتير حكيتي عن أفكار بسيطة من أدوات ممكن تكون حوالينا، ويعني نرجع بنقول يعني زي ما قلنا السؤال الأول، مرات كتير بنفكر كيف بدنا نغير في بيتنا، بس لمسات بسيطة كتير نغير الفريم، يعني الواحد بفوت بحس حاله فايت على مكان جديد. أنا بدي أشكرك شطة كتير على كل هاي المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا إياها، وبتمنى لك التوفيق. بنعرف هلأ الصيف عندك شغل كتير، وهيك دائما أعطينا وقت شوي من عندك. شكرا لكم، دلوقتي دائما لكم. شطة نهارك سعيد، باي باي. رح ننتقل لفاصل في نصائح صحية مع ريما، ورجعين نكمل فقراتنا، كونوا معنا.